لا حوار مع القصف والحصار. تحت هذا العنوان خرج العشرات من مواطني تعز منددون باستمرار حرب الميليشيا بالتزامن مع انعقاد جلسات مشاورات السلام في الكويت. تهدئة وقع عليها قبل هذه المشاورات، إلا أنها لم تلمس كواقع أبداً. فمنذ اللحظات الأولى استغلت الميليشيا الهدنة والتفات الأنظار إلى الكويت، وقاموا بتحريك معدات عسكرية وتعزيزات من المقاتلين إلى الجبهات التي شهدت العديد من الخروقات. خلال الساعات الماضية أمطرت الميليشيا مدينة تعز من كل اتجاهاتها بالقصف المتواصل الذي طال أحياء ثعبات والزهراء وقرى آهلة بالسكان في الضباب وجبل صبر. مواقع الجيش والمقاومة أيضا شنت الميليشيا عليها قصفا مكثفا وهجمات في الزنوج وعصيفرة شمال المدينة وفي الجبل الأسود ومحيط اللواء 35 مدرع غربا، ليعيش المواطنون حالة من الحيرة والترقب بين بشارات ينقلها المبعوث الأممي يصف فيها إيجابية وجدية الأطراف وما يعيشونه من أجواء تهدئة لم تلحظ.